التسجيلات النهائية عبر الخط لحاملي شهادة البكالوريا الجدد. بعد الاطلاع على توجيهك وطباعة شهادة التوجيه، يمكنك إجراء التسجيل النهائي عبر الخط باتباع الخطوات التالية. العلوج إلى الموقع الخاص بالتسجيلات النهائية للطلبة باستعمال رقم تسجيلك والرقم السري عبر رابط progress.mesras.dz/web/iti. لتأكيد تسجيلك النهائي عبر الخط عليك تسديد حقوق التسجيل إلكترونيا عبر نفس الموقع، وذلك باتباع أحدى طريقتين: دفع حقوق التسجيل إلكترونيا باستعمال البطاقة الذهبية. باستعمال بطاقة ذهبية سارية المفعول يمكنك دفع حقوق التسجيل إلكترونيا وعن بعد والمقدرة ب200 دينار جزائري. يجدر الإشارة إلى أنه يمكن استعمال أي بطاقة سارية المفعول، أي أنه لا يشترط أن تكون خاصة بالمعني. كما يمكنكم تأكيد تسجيلكم النهائي عبر الخط مباشرة بعد إتمام عملية الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقة الذهبية. دفع حقوق التسجيل إلكترونيا باستعمال الحوالة البريدية. بعد الولوج إلى الموقع وكمرحلة أولى، يتوجب عليك طباعة الحوالة البريدية والتقرب من أحد مكاتب بريد الجزائر ودفع حقوق التسجيل. لا يمكنكم تأكيد تسجيلكم النهائي عبر الخط إلا بعد مرور 24 ساعة من دفع حقوق التسجيل باستعمال الحوالة البريدية. استلام الوثائق البيداغوجية والمتمثلة في بطاقة الطالب والشهادة المدرسية 2022-2023. بعد تأكيد تسجيلك النهائي عبر الخط تعتبر مسجلا بالجامعة، ويمكنك تسلم وثائقك البيداغوجية متمثلة في بطاقة الطالب والشهادة المدرسية 2022-2023 من الكلية الموجه إليها عند دخول الجامعي وانطلاق الدروس حضوريا. شكرا.